مرة زوز بنات طلعتهم من حي الناصر بالنقاب بالنقاب رايحين الحمام لم طلعتهم بالنقاب هبطهم بريسك علي حويجهم الكل ما يعملوش متر ما يتلموش في متر وكها كانوا بالنقاب ونحا وكجاو ماشيين الحمام لم يسكنوا في حي الناصر هما ترش عندهم في حمام لم يعني الأمور حكاية بالعكس هاي فهمت تلفى مع أول أمن صارت لي برجولة هي أنا ما في العوينة خارج من تحت القنطرة فمني هو وقفني هو زميلته قال لي تونس قلت له ايه هات تونس تحت القنطرة باش ندور على اليسار ما تدورش لا معي حطيت كونتير قاي خزر لي على جنبك ايه وصلت الحبيب رقيب خزر لي خي قال لي حطيت كونتير قلت له سايح خلصني وعايت لزميله خلفني بعشرين دينار هذه هي قوة تربة صارت لي